عجبا عجبا وعجاب عجبا وعجاب وجميع الأطفال وك 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 كاسكيتو بطل الأبطال كاسكيتو بطل الأبطال إذا قارنا بين الأشهر التي ولدنا فيها سنجد أنني أكبر منك بكثير. لا غير صحيح، أنا أكبر منك بكثير يا كتكوت. اسمعي يا كتكوتة، أنا ولدت قبلك بشهر لذلك أنا أكبر منك بكثير. لا أنت مخطئ، أنا ولدت في الشهر السادس وأنت في الشهر الثامن، وهذا يعني أنني أكبر منك بشهرين يا كتكوت. انتظري انتظري، أنا ولدت قبلك يعني أنا أكبر منك، هل فهمتي؟ أنت مخطئ، أنا أكبر منك. أنا أطول منك يا كتكوتة. هذا أيضا غير صحيح، أنت أطول مني قليلا لأنك تضع قشرتك على رأسك، ليس إلا أنت أقصر مني يا كتكوت. وأنت تضعين وشاحا على رأسك ولكنك قصيرة. لا داعي للمجادلة، أنا أطول منك بكثير. أنا أكبر منك وأطول منك. أنا أثقل منك بكثير يا كتكوتة. غير صحيح، أنا أثقل منك في الوزن، أنت خفيف كالريشة. عندما نذهب إلى الطبيب سنزن أنفسنا. موافقة، اسمع أقترح أن نزن أنفسنا هناك. هيا بنا، فكرة ممتازة. فلنبدأ. إن الأدعك تتغلب علي. انتظر لحظة. لقد أوقعتني، أنا غاضبة منك، لن أكلمك بعد الآن. ماذا؟ ولن ألعب معك، هل فهمت؟ لن أكلمك. كتكوتة، لم أفعل ذلك عمدا. لن أكلمك أبدا بعد اليوم. حسنا، وأنا لن أكلمك أيضا، أنت مزعجة جدا. وأنا مزعجة يا كتكوت. هذا يكفي، اتركيني وشأني. لا تتكلم معي. حاضر سأفعل. ستر يا كتكوت، لن أكلمك بعد اليوم، فأنا غاضبة منك. مزعجة. إنها فكرة رائعة، كان يجب أن أفكر بها منذ زمن. تسلق الجبال رياضة ممتازة، إنها تفيد الصحة كثيرا صدقاني. هذا صحيح، لأننا نتنفس الهواء النقي. إن التفكير بهذه النزهة يجعلني أشعر بأنني ما زلت صغيرا. ستكون فرصة جيدة لتنزه الصغار، وسوف يسر كتكوت بهذا الأمر. وكذلك كتكوتة، أنا سعيد جدا لأن صغيرينا متفهمان. في أمان الله يا كتكوت، يوما رائعا بإذن الله. ماذا؟ عن ماذا يتكلم؟ لدي نبأ سيسرك بإذن الله، يوم الجمعة القادم سنخرج جميعا للتنزه في الجبال. رائع جدا، سنذهب إلى الجبال. هذا مؤلم جدا. ماذا جرى لك؟ هل تشعر بألم يا كتكوت؟ عندما كنت ألعب وقعت وأنا متعب. في هذه الحالة قد يكون من الأفضل تأجيل النزهة ليوم آخر. لا حاجة لذلك، الحمد لله أنا بخير. الحمد لله، لقد نظمنا نزهة مع أبي كتكوتة، وستفرح كتكوتة بالتأكيد. هل ستأتي كتكوتة؟ طبعا، هل أنت مسرور؟ ستأتي كتكوتة، ولكن رياضة تسلق الجبال رياضة خطيرة وصعبة على صغيرة مثل كتكوتة. لا أبدا، لماذا تقول ذلك عنها يا بني؟ لأن كتكوتة ضعيفة البنية. لماذا تقول ذلك يا كتكوت؟ كتكوتة صحتها جيدة والحمد لله. أنا واثق أن كتكوتة لن تتحمل النزهة، فهي صغيرة. لا، إن جاء كتكوت معنا لن أذهب. لماذا تقولين هذا كتكوتة؟ كتكوت طيب القلب. إنه يسير ببطء شديد، إنه دائم التعب ويجب حمله أثناء السير. لا، أنت تبالغين بهذا الكلام. إنه كسول ولن أذهب معه، لا أريد. لن أتكلم معه أبدا، لا
لن أتكلم. لن أتكلم معك يا كتكوتة أبدا، أفضل أن أسير وحدي، هذا أفضل لي. لا تكلمي. إذا عملتم جميعا الواجب في البيت فإن شاء الله ستجدون الحل للمسألة. آه يا إلهي، لقد حللت المسألة خطأ، يجب أن أمسحها. أوقف الماء أوقف الماء أوقف الماء، إنه يرشني، أوقف الماء. بسمة كلمة ورسمة. وجدوني. إنه يهرب. ترى أين فكور وأبو الريش؟ لا ندري أين هما. انتظر وسترى. لعبة؟ إنها لعبة نقوم بها بأنفسنا، اسمها غدار ومكار قريب. هل تعتقد أن هناك أخطارا في الغابة؟ هل تمزح؟ إن كنت لا تصدقني يمكن أن تذهب وترى إنهما هناك. عاقبة الكذب وخيمة حقا. البرنامج التالي. بإذن الله اليوم سأقوم بتحضير المعكرونة. حسنا، ها هو، أضف 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الدقيق. 1، 2، 3. بعد ذلك ضع قليلا من الفلفل الأسود. أين الفلفل؟ أبي، متى سيشهد الطعام؟ بدأت أشعر بالجوع. بعد قليل بإذن الله، ولكن لا يوجد فلفل. اذهبي إلى كتكوت واطلبي من أهله القليل من الفلفل بسرعة. أذهب لمنزل كتكوت. هيا أسرعي وإلا لن نأكل اليوم. بسرعة يا كتكوت، هيا. سأذهب لكن لن أتكلم معه. أنا أريد أن كيف يمكن أن تكون المعكرونة لذيذة؟ ما الذي أسمعه؟ قال لي كتكوت إن أباك يتألم، هذا العلاج سيفيده إن شاء الله، اعتني به جيدا يا كتكوتة. ماذا قلت لها؟ ألم تفهم ما أريد؟ أبي ليس مريضا. ولكن كيف يمكن أن أفهم دون أن تتكلمي معي يا كتكوتة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يقولون يوما رائعا. يتكلمون عن الفائدة في ممارسة تسلق الجبال. إن لم تلعب معي كتكوتة سوف أظل طوال الوقت لوحدي. أنا أشعر بالملل، ماذا سأفعل؟ ترى لمن تقطف كتكوتة هذا الورد؟ أحس بالملل لكنني سألعب وحدي.
أعتقد أن هذا جاهز. حسناً، إذا انتهيتم من عمل الهواتف أنصحكم بتجربتها لتروا إن كانت تعمل. جيد، هيا بنا. بطبوط اتصلوا بي. سمسم، هل تسمعني؟ بطبوط اتصل بسمسم. أجب أجب. رائع، لا يوجد أي تشويش على الخط، هذا ممتاز جداً. هيا بطبوط وسمسم كونا جيدين، لستما هنا للتسلية بل لكي تتعلما وتفهما كيف يعمل هذا الجهاز الذي بين أيديكما، فهمتما؟ كوت كوت، ما بك؟ كوتكوت يتكلم. ماذا؟ متأسف. أنا أيضا متأسفة يا كوتكوت، اسمعوني. متأسف. متأسفة. أقبل أسفك. أقبل أسفك. هل قبلت أسفي؟ قبلته. أعتقد أنني سحبت السلك بشدة، بل أنا التي فعلت ذلك. أنا آسف. أنا فرح جدا لأنني تصالحت أنا وكتكوتة. الآن سنلعب سويا إن شاء الله. كتكوت وجميع الأطفال. وات 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 وات. كتكوتو بطل الأبطال. كتكوتو بطل الأبطال. هيا نستمتع بحكاية قصص رائعة للغاية. هيا نستمتع بحكاية قصص رائعة للغاية. ومغامرة كل مساء من أولها حتى النهاية. ومغامرة كل مساء من أولها حتى النهاية. حتى النهاية. كتكوت وجميع الأطفال. وات 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 وات. كتكوتو بطل الأبطال. كتكوتو بطل الأبطال. هذا فريق للأخبار، أبطاله يا صاحب صغار. هذا فريق للأخبار، أبطاله يا صاحب صغار. قد عشقوا فعل الخيرات بعزيمتهم والإصرار. قد عشقوا فعل الخيرات بعزيمتهم والإصرار. والإصرار. كتكوت وجميع الأطفال. وات 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 وات. كتكوتو بطل الأبطال. كتكوتو بطل الأبطال. قصص للتسلية وفيها نتعلم منها الحاجات.